الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فلطفت بلطفه الأسباب، وجرى على حكمه القضاء، ومضت على إرادته الأشياء. سبحانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. واللهم صلي وسلم وبارك على أشرف مولود وأفضل موجود وأكرم مخلوق، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة لا تحد، صلاة لا تعد، صلاة لا ترد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، من رحاب مسجد الحمد بقرية أم الزين، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ونقدم لكم هذه الأمسية الدينية. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في بيت الله نبقى مع كتاب الله، نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فيها ونعم أجر
وتلك الأيام نداولها بين الناس
منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحض الله الذين آمنوا ويمحق ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم
أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على وَقَفَّ اللَّهُ